السلام عليكم، مساء الخير للجميع. اليوم عندنا شرح كيف تشوف قنوات بين سبورت بشرح مبسط وطريقة سهلة جدا، فخلنا نشوف الشرح سوا. في البداية راح ندخل على متصفح سفاري، هذا هو لازم متصفح سفاري، ما ينفع اي متصفح ثاني، لازم سفاري. تمام، راح تكتب هنا فوق موقع اللي هو ifafa.com، راح تكتب ifafa.com، راح يفتح معك الموقع بهذا الشكل. هنا تحط رقم 118 بعد تضغط كلمة ارسل، بيفتح معك الموقع بهذا الشكل. تنزل لكلمة تثبيت، راح تضغط على كلمة تثبيت، بعدها راح يوديك للإعدادات، تضغط كلمة تثبيت مرة ثانية، بعد هنا تحط إما الباسورد أو البصمة على حسب. تمام، بعدها تضغط كلمة تثبيت مرة ثانية ثم تثبيت، وراح تثبت عندك ملف تعريف، بعدها تضغط كلمة تم. الآن لو تطلع تروح للبرامج راح تحصل برنامج موجود، هذا هو. تمام، بمجرد ما تدخل عليه تنتظر شوي وراح يفتح معك بهذا الشكل، تضغط كنسل، بعدها تضغط على كلمة قائمة القنوات، راح تحصل أغلب أو جميع قنوات بين سبورت موجودة هنا. الآن نجرب، لو بنشغل مثلا القناة الأولى تضغط عليها تنتظر شوي تشتغل تلقائي، وهنا يقولك بعض التعليمات، لو ما اشتغلت راح تحصل هنا فوق زر إعادة تحميل، تضغط عليه راح يسوي إعادة تحميل للصفحة، وتضغط على كلمة تشغيل وإن شاء الله تشتغل عندك. نجرب قناة ثانية على سبيل المثال القناة الخامسة. وهذا كان شرحنا اليوم، طريقة مشاهدة قنوات بين سبورت بشكل سهل وسريع جدا. إن شاء الله ما طولنا عليكم في السنابات وتستفيدون من الشرح. نشوفكم في الشروحات القادمة، في أمان الله.